بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إيه معنى الزواج العرفي؟ الزواج العرفي الآن يطلق على الزواج غير الموثق لدى الجهات الرسمية. طب إيه هي الجهات الرسمية؟ المأذون الشرعي المعين من قبل الدولة، معه دفتر قسائم للزواج، معه دفتر تاني قسائم للطلاق، ويقوم بتسجيل ذلك وإبلاغ الجهات المسؤولة بما تم. فأي زواج يتم بعيد عن المأذون الشرعي، وبقول يتم بعيد عن المأذون الشرعي ليه؟ لأن ممكن للأسف الشديد بعض المأذونين الآن مع الدفتر، لكن يقول لك إيه، لا إحنا عايزين نعمله شرعي أو يعرفي. يا أخي ليه تخالف شرع ربنا؟ المأذون الذي يخالف ذلك، يخالف القانون، يستحق العقاب من الجهات المسؤولة على ذلك، لأنه كان عونا للفساد والضلال وانتشار الفوضى. أما نعمل إيه؟ نلتزم بتوثيق هذا الزواج أيا كان. في بعض الأحيان يتم الزواج العرفي ليه؟ لأسباب متعددة، إما لأن البنت صغيرة لم تبلغ السن القانونية للزواج، هذا زواج حرام عشان بيخالف القانون. والقانون عندنا بينص على إيه؟ ينص القانون على أنه لا تسمع دعوة زوجية عند الإنكار إلا إذا كانت موثقة لدى الموظف المختص وهو المأذون. بمعنى ذلك حصل مشاكل، ولدي كثير من القضايا معاصرة الآن بيتم الزواج بعدين الإنجاب يخلفه مش عارفين يسجلوا المواليد، عشان مولود الآن لازم يسجل بإيه؟ بوثيق الزواج، أو يتنكر لها يتركها وهي حامل ويقول لها مع السلامه، كل واحد يقعد لحاله، وبعدين لا تقيم دعوه ولا ترفع قضيه ولا تعمل اي حاجه، تبقى في مشاكل. هذا ادى الى فساد. والشريعه الاسلاميه قائمه على قاعده عامه هي لا ضرر ولا ضرار. يا معنى ذلك ان الزواج العرفي له اسباب متعدده، منها زي ما احنا قلنا الزواج بصغيره السن، او لانها تحصل على معاش من المرحوم اللي فات، معاش كبير، وتتزوج زواج غير قانوني عشان تحصل على هذا المعاش، تأكل مالا حراما. والقاعدة تقول لي كل ما أدى الحرام فهو حرام. تقول لي أصل أنا لو جوزت رسمي أنا حاضن الأولاد، ولو جوزت رسمي هياخد مني الحضانة وياخد هو الأولاد مني، فأنا عشان أكون حاضن الأولاد يا أختي الفاضلة، طالما أنك أنت اتجوزتي فلا حق لك في الحضانة أصلا، والحضانة تنتقل إما إلى أمك أو إلى الزوج إن كان عايز الحضانة. هناك قواعد وأحكام، يعني هناك أمور كثيرة جدا تؤدي بالناس إلى أنهم لا يوثقون عقود الزواج، ومن أجل هذا يعيشون في نكد وتعب ومشاكل لا تحمد عقباها. طب متى يكون الزواج العرفي اللي هو غير موثق ده صحيح؟ إذا كنت أنا في مكان ولا رغبة في الزواج، ومش موجود عندي مأذون رسمي لأن مش في بلدي مثلا، وبعدين ليه رغبة في الزواج، فبعمل إيه؟ بعمل إشهار في المسجد وأعرف أهلها وأعرف أهلي وأعرف الناس كلها، وأشهر هذا الزواج عن طريق زي بيقولوا كده عينك يا تاجر، نسوى الزواج يكون حلالا ولا شيء فيه، بشرط ان وقت ما اقدر اعمل على توثيق هذا العقد اقوم على توثيقي فورا. لكن ترى انا بعيد عن الاماكن الرسميه فلا حرج علي في ذلك، بشرط انه اذا مات احدهما ثبت مال الزواج الحقيقي اللي هو ايه، من ميراث ونفقه وعده وما تابع ذلك. ولهذا نقول الحق احق ان يتبع. الزواج الذي يترتب عليه ضرر، لا ضرر ولا ضرار، فهو حرام. لكن الزواج الذي لا يترتب عليه ضرر، اتجوزنا بس بشرط هي ترثني وانا انسها، واذا كان في اولاد ينسبون الي وانسب الاولاد الي، فلا حرج في ذلك ما دام ذلك في مقدورنا، وما دام الامر في مقدور كل منهما وليس هناك ضرر فالضرر يزال والضرر لا يزال بضرر. هذه قاعدة فقهية يحتاج الى بيان وتفصيل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.